أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج متن الخبر حيث سيأخذكم في جولة موسعة في ثنايا الصحف المحلية والعربية لتكونوا أقرب إلى الصحافة المكتوبة وإلى أهم العناوين التي اشتركت فيها الصحف المحلية لهذا اليوم السبت الحادي والعشرون من نيسان أربعة شهداء وأكثر من سبعمائة جريح إثر استهداف المسيرات السلمية شمال وشرق القطاع ومن هذه العناوين الرئيسه ابقوا معنا لنستهل في قراءه عناوين صحيفه الحياه الجديده. ومن اهم عناوينها لهذا اليوم في صفحتها الاولى كتبت: قال الناطق الرسمي باسم الرئاسه نبيل ابو ردينا ذاهبون لمجلس الامن لطلب الحمايه الدوليه. وفي جانب هذا الخبر ايضا الطائرات الورقيه رمز لمسيره العوده وفي متن الخبر. حول فتيه في غزه التي تشهد مسيرات سلميه دعما للاجئين تحت شعار مسيره العوده الطائرات الورقيه التي يلهو بها الاطفال الى وسيله لمقاومه الاحتلال احرقت اشجارا وحقولا اسرائيليه بمحاذاه الحدود الشرقيه للقطاع المحاصر وفي أسفل الصفحة أيضا خبر آخر تناولته صحيفة الحياة في صفحتها الأولى الهرفي يسلم رسالة خطية من السيد الرئيس لنظيره الفرنسي وفي تفاصيل أوفى كتبت الصحيفة سلم سفير دولة في عصين لدى فرنسا سلمان الهرفي أمس رسالة خطية من السيد الرئيس لنظيره الفرنسي أمانويل ماكرون تناولت آخر التطورات في فلسطين والمنطقة وأيضا خبر اخر عن المؤسسه الامنيه تقول صفحات مشبوهه غذتها ميليشيات محظوره تسعى للنيل من رئيس الوزراء دكتور رامي الحمد الله وفي اسفل هذا الخبر الرئيس الروماني يعارض احتمال نقل سفاره بلاده من تل ابيب الى القدس المحتله واحمد عقل اصيب بجمعه رفع العلم واستشهد بجمعه الشهداء والاسره رحمه الله وعلى راس الصفحه في صحيفه الحياه كتبت في اذنها اليمنى: السيد الرئيس يهاتف الاسير المحرر جبعيتي مهنئا بالافراج عنه. مشاهدينا من صحيفه الحياه الجديده ننتقل الى صحيفه القدس ومن اهم عناوينها لهذا اليوم ايضا. كتبت صحيفه القدس في صفحتها الاولى: هناك عشرات الاصابات بالرصاص والاختناق اثر قمع مسيرات بالضفه. وفي جانب هذا الخبر أيضا تناولت صحيفة القدس الرئاسة الرومانية تقول ملتزمون بقرارات الشرعية الدولية بشأن القدس المحتلة وحسم الموقف يتم بعد اتفاق فلسطيني إسرائيلي وفي أسفل الصفحة عن حماس تدرس عقد مؤتمرات موازية للوطنية في غزة والشتات نقلا عن صحيفة الحياة اللندنية عن مصادر في الحركة وهناك ستون ألفا صلوا بالمسجد المبارك رغم التضييق الإسرائيلي ومن الصفحة الأولى في صحيفة القدس ننتقل إلى صفحاتها الداخلية ففي الصفحة الثانية عشرة تتوقف متن الخبر عند مقال لحديث القدس تحت عنوان أين فرنسا وأمريكا وبريطانيا من الجرائم المرتكبة ضد شعبنا وفي متن المقال مرة أخرى لجأ الاحتلال الاسرائيلي أمس إلى أسلوب القمع الوحشي مستخدما الرصاص الحي والغازات السامة في مواجهة آلاف المدنيين العُزل المشاركين في مسيرة العودة في جمعتها الرابعة على حدود قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد أربعة مواطنين وإصابة أكثر من 700 مواطن في رد إسرائيلي يؤكد مجددا أن هذا الاحتلال يخشى أولا المسيرات السلمية التي لا توفر له أي ذريعة لارتكاب مثل هذه الجرائم، كما يخشى تذكيره وتذكير العالم أجمع بأن هذه الجموع البشرية الفلسطينية طُردت من ديارها ظلماً وعدواناً عام 48، وأن من حقها الطبيعي العودة والتعويض بموجب قرارات الشرعية الدولية. اعتقدت إسرائيل واهمة ومعها حليفتها الكبرى الولايات المتحدة أن الوقت ملائم للانقضاض على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بدءا بالقدس وقضية اللاجئين فجاء الرد صاعقا في الوطن والشتات لتبدد وهم الواهمين بأن هذا الفلسطيني الصامد المرابط يمكن أن يتخلى يوما عن حقه الطبيعي في العودة إلى وطنه ودياره التي هجرته منها العصابات الصهيونية قسرا بفعل إرهابها وما ارتكبته من مجازر يندلها جبين الإنسانية وانهت الصحيفه ولهذا فقد سقطت كل الاقنعه وظهرت كل هذه الازدواجيه المقيته ولم تعد مواقفكم النظريه التي ظهر انها تستهدف تخدير شعوب امتنا لم تعد تنطلي على احد حتى وان انطلقت من بلدان تفاخر بالديمقراطيه وحقوق الانسانيه كفرنسا وبريطانيا وامريكا فالاختبار الحقيقي هنا وفي كيفيه تعاملكم مع جرائم الاحتلال المستمره منذ عقود دون ان تتحركوا جديا لوقفها. بعد الانتهاء من عناوين صحيفه القدس نختم جولتنا في صحيفه الايام. ومن أهم عناوينها لهذا اليوم هتكتبت في صفحتها الأولى صحيفة الأيام الرئاسة تقول جرائم الاحتلال ومستوطنيه ضد شعبنا لن تثنيه عن مواصلة النضال وتناولت خبر آخر في صفحتها الأولى لصحيفة الأيام مستوطنون يقطعون مئة شجرة في بورينا ويعطبون 45 مركبة في برقة وفي أسفل هذا الخبر أيضا غواتيمالا تحدد الرابع عشر من أيار يوما للصداقة مع إسرائيل وعلى رأس الصفحة في أذنها اليمنى كتبت صحيفة الأيام خبر عاجل قناصة الاحتلال يستهدفون الشبان الصغار خلال المواجهات مشاهدين متن الخبر ينتهي من جولته في عناوين صحف المحلية ومقالاتها فاصل ونعود نعود من جديد مشاهدينا للحديث عن الحدث الابرز لهذا اليوم، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسه نبيل ابو بردينة باننا سنتوجه الى مجلس الامن الدولي مره اخرى لطلب توفير الحمايه الدوليه لشعبنا الذي يتعرض لاعتداءات وحشيه متكرره من قبل الاحتلال. الحديث اكثر عن هذا الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف الدكتور حنا عيسى خبير بالقانون الدولي، صباح الخير دكتور. صباحكم كل. فيك. دكتور حنا امام هذه الانتهاكات الاحتلاليه الخطيره في الاونه الاخيره والتي شهدناها على الساحه الفلسطينيه في المحافظات بشكل عام والقدس بشكل خاص، هل سيتحرك المجتمع الدولي ويخرج عن صمته في ذهاب القياده مره اخرى لانتزاع القرار وتوفير الحمايه الدوليه لابناء شعبنا. المجتمع الدولي باستثناء الولايات المتحده الامريكيه يقف الى جانب الشعب العربي الفلسطيني حتى عن جرانك اللي هو مستشار للرئيس الامريكي ترامب في منطقه الشرق الاوسط جرينلاند قال بان الشعب الفلسطيني يدفع ثمنا باهظا نتيجه المظاهرات السلميه لا. وهذا دليل على ان امريكا الان امام الراي العام الدولي اصبحت في وضع لا تحسد عليه نتيجه وقوفها المطلق الى جانب اسرائيل ضد الشعب العربي الفلسطيني وبالتالي يعني الرئاسه ما صرح به اخي نبيل ابو وما يصرح به فخامه الرئيس محمود عباس ورئيس الحكومه الدكتور رامي العبد الله بكل تاكيد لابد من توفير حمايه للشعب العربي الفلسطيني وخاصه هناك مواد قانونيه وهناك فرع القانون الدولي الانساني يدعم الشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال بتوفير الحمايه له اولا من دوله الاحتلال الواجب عليها الالتزام بتنفيذ قرارات الشرعيه الدوليه وقواعد القانون الدولي الانساني وبالاخص اتفاقيه جنيف الرابعه لسنه 1949 ناهيك عن القرارات العديده التي صدرت بهذا الشان، حتى الصليب الاحمر الدولي اصدر عده قرارات في هذا الاتجاه لتوفير الحمايه للشعب الفلسطيني، م -م. لكن للاسف الشديد اذا م -م. ذهبنا الى مجلس الامن سيفوت لصالحنا 14 دوله من 15 وستستخدم الولايات المتحدة الأمريكية الفيتو لأن استيادة بمفهومها لكل دولة لا أحد يريد أن يقفز عن هذه النقطة وبالتالي أمريكا حتى أن لا يقفز أحد على نقاط أخرى في صراعات في دول العالم مختلفة لا تريد أن يكون هناك حماية دولية لهذا السبب هي ستستخدم حق النقد الفيتو لكن رغما عن ذلك كما قال الرئيس أبو مازن دائما لاننا سنذهب الى مجلس الامن مره وثم ثم مره اخرى وثالثه ورابعه حتى نحقق اهدافنا بما يتعلق بحمايه شعبنا لهذا السبب على الجميع الان ان يعي في دول العالم وبالاخص الولايات المتحدة بأن الشعب الفلسطيني يقدم الضحايا الكثيرة يوميا نتيجة الغطرسة الإسرائيلية للقتل العمد والمباشر للمواطنين وآخرها ما تم في قطاع غزة بالأمس مع استشهاد أربعة إخوة و729 جريح ناهيك بان عدد الشهداء من 30 <applause> آه ثلاث حتى هذه اللحظه هناك تقريبا 38 شهيد، من الذي يتحمل مسؤوليه هؤلاء الشهداء؟ <applause> بكل تاكيد أكيد هو الاحتلال الاسرائيلي لان المواطن الفلسطيني يتظاهر سلميا لا يرفع اي شيء في وجه هذا المحتل من حيث القوه بل قوته بانه يرفع العلم الفلسطيني ويحرك العجل تعبيرا عن غضبه بوجود هذا الاحتلال لهذا السبب انا ارى بان علينا الذهاب الى مجلس الامن مره تلو المره لان نحققكم واحنا بما يتعلق بحمايه شعبنا لاننا نتعرض لاباده جماعيه على يد الاحتلال الاسرائيلي نعم دكتور مع كل هذه التفاصيل نعم وخاصه ما يجري في المناطق الشرقيه لقطاع صحيح دكتور كلام سليم ومع جميع هذه التفاصيل التي ذكرتها قبل قليل لنقول ما المطلوب من اجل اقناع المجتمع الدولي حول تورط اسرائيل وجيش الاحتلال في جرائمه التي ترتقي عفوا الى الانسانيه ضد شعبنا الاعزل بكل تأكيد هناك بينات دامغة بما تقوم به سلطات الاحتلال من خلال التصوير من خلال الفيديوهات من خلال السلسلة من خلال الشاشات من خلال الراديو من خلال الصحافة هناك بينات عديدة ويجب علينا أن ندون هذه الجرائم وأن نعمل في إطار الطب الشرعي في إطار التحقيقات اللازمة لتبيان ما تم لهؤلاء ومن من قتل كما تم قتل الطفل بالامس الذي لم يتجاوز 15 سنه والذهاب الى المحكمه الجنائيه الدوليه بهذه الملفات وعلى المحكمه الجنائيه فتح تحقيق وملاحقه مرتكبي هذه الجرائم لان تحقق العداله الدوليه مجراها بما يتعلق بحمايه الشعب العربي نعم أنت تحدثت قبل قليل أيضاً عن الفيتو الأمريكي، فهل برأيك سيصطدم هذا التوجه الفلسطيني نحو مجلس الأمن بالفيتو الأمريكي على الرغم من أنه يحاكي الحصول على قرار إنساني لوقف سفك الدماء أمام أبناء شعبنا؟ أمريكا ستستخدم حق النقد الفيتو وستقول بأن الفلسطينيين مذنبين لأنهم تظاهروا ضد إسرائيل. نعم. أمريكا تتعامل مع إسرائيل أنها منزلة من قبل لا آلهة ومن يتعرض لها يتعرض للإبادة والهلاك هذه قاعدة عن جهية تستخدمها الولايات المتحدة في الدفاع عن قاعدتها العسكرية المتقدمة في منطقة في الشرق الأوسط للحفاظ على مصالحها نقطة أول نعم أشكرك دكتور حنا عيسى لحديثك ونضمامك معنا في برنامج متن الخبر أشكرك مشاهدينا فاصل ونعود اهلا بكم مشاهدينا من جديد في القسم الاخير من برنامج متن الخبر حيث سيتجول جوله اخيره في الصحف العربيه ونبدا من الصحف الاردنيه والمزيد من العناوين والاخبار مع الزميله آل حمد نبدا هذه الجوله في الصحف الاردنيه مع عناوين صحيفه الراي المومني يدين اطلاق الحوثيين صاروخا باليستيا على جازان السعوديه والأردن يؤكد ضرورة الحفاظ على منطقة خفض التصعيد جنوب غرب سوريا، وفي العناوين أيضاً: نزيف الدم الفلسطيني مستمر في غزة، وروسيا ستزود سوريا بمنظومة إس-300 ومن الراي ننتقل الى عناوين صحيفه الدستور الطائرات الورقيه سلاح فلسطيني جديد للاحتجاج على حدود قطاع غزه واربعه شهداء ومئات الاصابات في جمعه الشهداء والاسرى مؤكداً دخول قوافل أممية تحمل مساعدات إنسانية وعلاجية للشعب السوري، الكايد الحفاظ على منطقة خفض التصعيد جنوب غرب سوريا يمثل أولوية أردنية، وفي الدستور أيضاً البرلمان التركي يوافق على إجراءات انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة، وفي خبر أخير العراق يتوعد بمواصلة قصف داعش في سوريا لبرنامج متن الخبر اروى حماد شكرا للزميله اروى حماد وجوله اخرى في الصحف المصريه والمزيد من العناوين والاخبار مع الزميله نجوى يونس متابعه التظاهرات الفلسطينيه السلميه كان قاسما مشتركا في كل الصحف الصادره اليوم، اربعه شهداء و مصاب برصاص الاحتلال الاسرائيلي في غزه. رومانيا تتراجع عن قرار نقل سفاره بلادها للقدس، اربعه شهداء في الجمعه الرابعه لمسيرات العوده بينهم شاب من ذوي الاحتياجات، اشكاليه التراث والهويه والقدس موضوع ندوه اقامتها دار الكتب والوثائق القوميه حيث اكد رئيس الدار هشام عزمي اقتناء الدار على مئات من الوثائق الخاصه بالقدس فقط وتؤكد احقيه الفلسطينيين فيها. احباط تهريب مخطوطات فلسطينيه اثريه تم تسليم المخطوطات الى دار الكتب والوثائق القوميه. بيروت رفضت استقباله بسبب محاضره له في تل ابيب. السلطات اللبنانيه تطرد الكاتب المصري سعد الدين ابراهيم وتقوم بترحيله. الى القاهره القدس زياره السجين للسجان يتحدث مريد صبحي عن استحسانه لاختيار القادة القدس عنوانا لقمتهم ما يعني عوده القدس للمربع الاول ليثير قضيه زياره القدس فيقول ماذا فعلنا بمقاطعه القدس هل حافظنا على هويتها من التهويد الممنهج هل بمنع زياره القدس نستردها من مغتصبيها؟ اسئله كثيره ليفكر فيها اصحاب العقول وفي مقاله متسائلا لماذا تهرب حماس من الشعب الفلسطيني كتب مروان ماهر عن تهرب حماس من المصالحه وان بسببها لم يعد الكثير من الشعب المصري متعاطفا مع القضيه الفلسطينيه ويمضي فيقول كان قاده حماس في القاهره وقت احيت السفاره الفلسطينيه يوم الاسير الجميع حضر الا حماس لم تستطع الاقتراب من بيت الفلسطينيين رسول السلام ينتصر لكبرياء الانسانيه كتب الاب بطرس دانيال عن البابا فرانسيس الذي اعتاد في خميس العهد من كل عام محاكاه لتواضع السيد المسيح تجاه حواريه قبل ليله مقتله بغسل وتقبيل ارجل السجناء والمساكين مشيرا الى انه دائما ما يتخفى بزي كاهن بسيط ليقدم المساعده للمحتاجين مطالبا الجميع بالتحلي بصفاته المحبه للانسانيه بغض النظر عن الدين او العرق دمتم بخير نجوى يونس القاهرة. شكرا لزميلة نجوى وجولة أخيرة في الصحف اللبنانية والمزيد من الأخبار والعناوين مع الزميلة زينة عبد الصمد. في جولة لمتن الخبر على الصحف اللبنانية نسهل قراءتنا لعناوين الصفحات الأولى مع اللواء سقلة اللقيس تطرح بجدية حيادية السلطة في الانتخابات باسيل غدا في دائرة بر وقلق دولي من ترحيل النازحين ومخاوف على مؤتمر بروكسل الفتوة تحيي ذكرى الإسراء والمعراج تحت عنوان دعم القدس أسبوعا على ضربة سوريا توتر دبلوماسي ومهمة المحققين مجمدة لافروف يتهم واشنطن بقصف مفاوضات جنيف وفي اللواء أيضا الطائرة الورقية سلاح فلسطيني جديد جمعة الشهداء والأسرى أربعة شهداء و جريح ومن اللواء ننتقل وإياكم إلى عناوين صحيفة الشرق الحرير الشراكة الوطنية تحتاج اقتحاما نسائيا شكرا سيد لافروف نص قانون امريكي جديد لنزع سلاح حزب الله، داعش يقبل الانسحاب من اليرموك الى الرقه، والى صحيفه الانوار وابرز ما تناولته من ملفات وقضايا، العماد جوزف عون وقائد امريكي يشهدان مناوره للجيش اللبناني، الحريري يدعو الى اقتحام نسائي للسلطه، اربعه شهداء من غزه في مواجهات مع الاسرائيليين. لبرنامج متن الخبر زين عبد الصمد. شكرا للزميله زينه ولمن فاتته الحلقه بامكانه متابعتها على مواقع التواصل الاجتماعي الظاهره على الشاشه والان نصل الى ختام حلقتنا اشكركم مشاهدينا على حسن المتابعه والى اللقاء في حلقه وعناوين جديده في امان الله